أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هكذا هي سور القرآن تتنقل بنا بين العهد النبوي في آخره وفي أوله. بالأمس كنا نقرأ سورة النصر، وهو عندما أظهر الله الإسلام وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طبعا هذه سورة الكافرون قبل سورة النصر، وكأنما هو تدرج وانتقال بالصور الجميلة في هذا القرآن لتتصور الأحداث التي حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكم لاقى في هذه الدعوة من التعب والجهد حتى بلغت ولله الحمد بيضاء نقية كما هي الآن هذه الشريعة التي ولله الحمد نعيش في يعني فضلها وبركتها في هذا البلد المبارك الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما تقرأ هذه السورة تشعر أن في حدث بداخلها، وهو أنها زعماء المشركين أو قريش في وقتهم أرادوا يعني يجدوا حل، يعني هم استخدموا مجموعة من الحلول مع النبي عليه الصلاة والسلام ليقفوا ضد هذه الدعوة أو ليوقفوها بالأصح. وكان هذا أسلوب من أساليبهم، أنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون يا محمد يعني لعله يكون بيننا وبينك يعني اتفاقية أن نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فما كان في خير في عند إلهكنا نحصل عليه، وما كان عند آلهتنا تحصل عليه. فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام يعني رادعا ويعني دافعا لهذا العرض الذي يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرضا بائسا. فأنزل الله هذه السورة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تجد أن في هذه السورة يتركز قضية اللي هو التوحيد والعناية به، وأن الدين الحق هو عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا التأكيد في هذه الآيات دلالة على أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الآلهة كثر، عندما لذلك عندما عرف أهل العلم لا إله إلا الله بعضهم كان يقول لا معبود إلا الله، والصحيح أن المعبودات كثيرة. في اذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها تجدهم يعبدون معبودات، لكن التعريف الصحيح لشهادة التوحيد لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الرد وهذه الإجابة يعني الإلهية، هذا الرد والإجابة الإلهية، وهذا سبب نزولها. طبعا عندما تنظر في هذه السورة فيها أيضا عناية من النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السورة، وإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالكافرون والإخلاص، يقرأها في سنة الفجر، يقرأها صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف، يقرأها عليه الصلاة والسلام في نافلة سنة المغرب البعدية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين، سورة الكافرون والإخلاص، وما ذلك إلا تأكيد
لعظم وفضل هذه السورة، لأنها تعالج وتؤكد اللي هو أهم ما في هذه الشريعة، وهي قضية العقيدة الصحيحة، التوجه إلى الله في جميع الحاجات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يعني يخلص دينه له سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.